فقد ذكرنا قبل في إطار المراجعة لما سبق ذكره بصائر تتعلق بتوحيد الله عز وجل من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نربط ذلك بما يتبعه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إلى آخر الآيات. سنبقى مع مفهوم التوحيد بحول الله عز وجل، ولكننا نربط ذلك بما بعده من آية. وقد بينا قبل على سبيل التذكير أن هذا الخطاب من رب الكون رب العزة هو خطاب تحبيب وتقريب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أخذنا ذلك من استعمال المولى الكريم للفظ الرب، وذكرنا أن هذا اللفظ في العربية رب يرب ربا وتربية، أي أنمى مع الحدب والرحمة، ولا يدل على السلطة القهرية. صحيح أن الله عز وجل قهار وجبار وكل ذلك من أسمائه وصفاته، ومتكبر إلى غير ذلك مما هو معلوم ومما بينا بعض معانيه من قبل، ولكنه من حيث هو رب أي مالك عز وجل للكون، فملكيته للكون فيها رحمة. فكم من شخص يملك شيئا من الممتلكات المادية أو المعنوية لكنها ملكية تنتفي عنها الرحمة وينتفي عنها الحدب والعاطفة، بل قد يشذ الوضع عند بعض الآباء والأمهات فلا نجد حتى عاطفة الأبوة عند الأب في بعض الأحيان، ولا كذلك عاطفة الأمومة عند الأم في بعض الأحيان. أما ما يتعلق بالملكية العامة لدى البشرية فذلك شأن نفعي محض، يعني أن الإنسان من اللي يكون كيملك شي حاجة فملكيته لتلك الحاجة ليست لفائدة الممتلكات بل لفائدة الممتلك. يعني الإنسان لا ملك شي حاجة فعينه فيما تدره عليه من فوائد، ماشي أنه بغى الخير لهذاك الممتلك وذاك المملوك دياله، سواء كان مادة أو نباتا أو حيوانا أي شيء، ولكن من حيث هو يعود عليه بالنفع. وهذه من الأخطاء التربوية لدى كثير من الآباء، أنهم كينظروا للأبناء على أنهم مشروع اقتصادي، خصو ولدو يكبر باش يخدم باش يعطيه. صحيح ذلك حق الآب على الابن، ولكن ما خصش تكون هذه هي النية التي تدفع الآب لينسل النسل وليكون له أبناء، بل ينبغي أن تنظر إلى مصلحة ولدك أو ابنتك ومنفعته أولا في أخراه، ما يصلح له في أخراه ثم في دنياه، وبعد ذلك بالتبع هو أي ابنك أو ابنتك هو عليه أن يفكر في مصلحتك أنت. أما من اللي تولي تحسس الأبناء ديالك أنك كتكسبهم بحال كتكسب الخرفان ديال العيد، فهذا يؤدي إلى نقصان التقدير عند أبنائك لشخصك، وكثيرا ما أدى إلى العقوق
والعياذ بالله إذا كان الأبناء ممن لم يزرع الله الرحمة في قلوبهم، فكثيرا ما تكون سوء التربية تؤدي إلى عكس النتائج تماما. ولفظ الرب في القرآن لفظ عجيب، فهو سبحانه إذ ملك الكون والكائنات من الملائكة إلى الإنسان إلى ما بين ذلك ودونه من جان أو حيوان أو نبات، فملكيته جل وعلا أي ربوبيته هي لمنفعة الكائنات ورحمة بالكائنات وحدبا على الكائنات. المستفيد الأول من ربوبية الرب المربوب وليس الرب، يعني كونك عبد لرب العالمين المستفيد الأول هو أنت مش رب العالمين. ولذلك كان لفظ الرب هو من ألطف الصفات الرحمانية ومن أجل الأوصاف الربانية لذاته جل وعلا. ولذلك قلت لما قال عز وجل يا أيها الناس وخاطب الناس أجمعين، خاطب المسلمين واليهود والنصارى والكفار والمجوس جميعا اللي سميتهم ناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي مالككم الذي خلقكم وهداكم، خلقكم تفضلا منه رحمة بكم ورغبة في مصلحتكم في الآخرة وفي الدنيا. ربكم هذا جل وعلا الذي سبق خيره وسبق إفضاله وسبقت نعمته، وجب عليكم أن تردوا ذلك الجميل الذي لا يمكن رده على الإطلاق، أن تردوه بالعبودية والخضوع له. بما أنك ولا أحد من العالمين يستطيع أن يشكر الله عز وجل تمام الشكر، إيش معنى تمام الشكر؟ تمام الشكر أنه يعني أعطاك واحد تعطيه واحد، أما كمال الشكر فهو أعطاك واحد تعطيه اثنين، كما هو بين الناس. إذا قال لك السلام عليكم واجب عليك، ماشي لخاطرك، واجب عليك أن تقول وعليكم السلام، فهذا رد بالمثل. وإن تفضلت قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن رد الجميل بصفة عامة إما أن يكون بالمثل أو فوقه، وكذلك نظام الهدايا في الإسلام هذا منطق فطري فطري في البشرية لا يشذ عنه إلا من فقد معنى الإنسانية في نفسه. ربنا الكريم يذكرنا أنه ربنا، وأول معاني الرب أنه خلق فملك، خلقك فملكك بمقتضى خالقيته، وهو بصفته ربا بعد أن خلق وملك هدى. من كمال الربوبية أنه خلق الخلق ولم يتركه هملا، كان يمكن من حيث الافتراض وهو غير واقع أن يخلق الخلق ويهمله حتى واحد ما بزز عليه جل وعلا أنه من بعد ما يخلق الخليقة يدبر لها المعاش ديالها ويدبر لها الهداية ديالها، فذلك منه إرادة جل وعلا واختيار، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار. خلق ثم قدر بعد الخلق مصائر الناس أرزاقا وأقواتا، حي قيوم، هذا معنى القيومية. ثم هدى قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف السؤال ديال فرعون لموسى، قال فمن ربكما الرب، شكون مول النعمة عليكم اللي وصفتكم، شكون سيدكم هذا اللي كتقدرهم صفتكم؟ فأجابه بدقة عالية رفيعة، الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطاه معنى الإيجاد، لم يكن فكان، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الذي أعطى كل شيء خلقه، وفي القراءة الأخرى خلقه ثم هدى. عجيب فعلا، قلت كان يمكن أن يخلق جل وعلا ثم يهمل، لا أحد فرض عليه، هو يفعل ما يشاء ويختار، فالخلق منه تفضل والهداية منه تفضل جل وعلا. هذا الرب العظيم الكريم الرحيم لا ينكر فضله وجميله إلا تعيس، لأن الكفر تعيس، ما أتعس الكفر وما أتعس الكفار.
نفسية الكافر مظلمة مقفلة لا يذوق معنى الحياة إطلاقا. والله لا يعرف حق الحياة إلا المسلم الحق. ورغبة الكفار في الحياة هي رغبة عمياء. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لماذا يحرصون على الحياة؟ لأنهم لا يعرفون الحياة. لماذا؟ الذي يكون به مرض، مرض العطش أو يسبب العطش كأي مرض عافانا الله وإياكم من ارتفاع الحرارة أو شيء من هذا القبيل، يشرب الماء ثم يعطش ثم يشرب الماء ثم يعطش وهكذا لا يرتوي أبدا. ما شأنه؟ ألا يشرب الماء؟ بلى هو كيشرب الماء، ولكنه لا يجد له مذاقا، لا يجد له لذة، لا يجد له حقيقة في وجدانه وإحساسه. يعني يشرب الماء بحال لك يحس ما يشربش، ولذلك لا يزال يستسيد حتى تنتفخ بطنه. كذلك الكافر يعيش ليوم والليلة والشهر والسنة ويشعر كأنه لم يذق شيئا بسبب الشره الكفري. الكفر هذه طبيعته، لا يتذوق الحياة حقا، لا يزال يستزيد من الشهوات، ولكنها شهوات أشبه ما تكون بماء المريض، لا تشبع ولا تغني من جوع ولا تروي عطشا. ولذلك تجد طبع الكافر هكذا، لا يزال يستزيد من الحياة الدنيا حتى يموت ولا يجد لها لذة إطلاقا. وهذا بعض ما يفسر حالات الجنون التي تقع عندهم بكثرة، وحالات الانتحار التي تقع عندهم بكثرة، وأيضا حالات الرجوع إلى الإسلام التي تقع بينهم بكثرة. حينما يسلم فقط يدرك معنى الحياة. لما؟ لأن الله جل وعلا هو الحي سبحانه وتعالى. الحياة صفة حقيقية في الذات الربانية في المولى الكريم، ولا يذوق الحياة حقا إلا عبد الحي. أما أولئك فليسوا عباد الحي، بل هم عبيد للحياة وليسوا عبادا للحي. المسلم يأخذ من المصدر الأعلى، الرب جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأكمل جميله جل وعلا. بعد أن خلق أكمل جميله سبحانه وتعالى بالهداية النورانية الرحمانية، فجعلك على صراط مستقيم، وجاءت الرسل من لدنه سبحانه وتعالى. ألا يستحق هذا المولى الجليل الجميل أن يعبد؟ بلى والله. إذن لا يكفر حقيقة إلا أعمى، لا يدرك معنى الحياة. والمؤمن بتذوقه للحياة الدنيا إذا تذوقها حقيقة يشتاق إلى الحياة الأخرى، يشتاق إلى الدار الحيوان. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، لو كانوا يعلمون. يخاطب الكفار، لو كانوا يعلمون ماذا؟ لو كانوا يعلمون ما الحياة. هما غلطين، يسحب له راي، يعني يعيش الحياة غلط، ما راهش يعيش الحياة، لا يعيش الحياة. فالحيوان صيغة فعلان كما ذكرت مرارا تدل على الامتلاء والفيض، كفيضان، حجم اللي تعمر 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 حتى تفيض، كي يستعملوا فيها العرب فعلان، طوفان، فيضان، حيوان، للدلالة على الحياة الممتدة طولا وعرضا تفيض كذلك أبدا لا نهاية لها. الحياة هذه إنما هي في الآخرة. المؤمن إذ يتذوق فاكهة الدنيا ونعم الدنيا وشهوات الدنيا يتذوقها حقيقة على أنها مقدمات تفتح شهيته للآخرة، لموائد الجنة وكمالات الجنة وجمالات الجنة. ربنا هذا الذي أنعم علينا بكل هذا يعلمنا سبحانه وتعالى تذكيرا بهذه الحقائق، تذكير. ومن أسرار الرسالات القرآنية أن الرسالة مطلقا من عهد آدم عليه السلام إلى الرسول الخاتم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أنما هي تذكير. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا نور من أنوار الربوبية تربويا، يعني منهج تربوي رباني تجلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام تنهيجا
وتسديدا، يعني أن رب العزة يبين للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يتصرف مع الخليقة. إنما أنت مذكر وإنما أداة حصر في العربية، يعني لا شغل لك ولا وظيفة لك إلا أن تذكره. وسمي القرآن كله الذكر، بل هو قرآن وذكر مبين. ذكر، وما الذكر في العربية؟ الذكر ضد النسيان، هذا المعنى الأول اللي تستعمل به ذكر في العرب. ذكر يذكر أي خطر بباله الشيء، ضده نسي انسى. ثم صار كل قارئ للقرآن أو عابد للرحمن ذاكرا، واصطلاح الضد فيه غافل، العكس غافل، لأنه لا يغفل في الأصل، لا يغفل إلا الناس. لماذا هذا التعبير؟ لأن الله عز وجل فطر الإنسان، أي إنسان، على الإيمان. كل إنسان مخلوق رأى الإيمان موجود في قلبه أصالة، وإنما غشته حجوب الدنيا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال عز وجل أن تقولوا، أن هذه تفيد نفي النفي، أي حتى لا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. كان هذا كما ذكره أهل التفسير قبل خلق الخلق، يعني هذا الحوار بين رب العزة والناس والخليقة، مازالين الناس يعني ما تخلقوش، مازالين في عالم الذر في ظهر آدم. وصح بالسند الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده جل وعلا بلا تشبيه ولا تعطيل، فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. اسم فاعل خالق في هذا السياق دل على الاستقبال، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا أن النسمات من الخليقة التي ظهرت لتخاطب رب العزة وتسمع خطابه وتجيب، ورآها آدم بعينه كما في نص الحديث هذا، لم تكن قد خلقت. ما معنى لم تكن قد خلقت؟ لم تكن قد خلقت في الأجسام بعد، مازال ما تولدوش للدنيا. والأمر هذا كان في الجنة، أي لما يهبط آدم بعد، لأن في تتمة الحديث ثم أهبط آدم، يعني هذا الأمر كان قبل أن يهبط آدم، قلنا اهبطوا منها جميعا قبل أن يحدث هذا. ورأى آدم من بنيه عجبا. الشاهد عندي، حتى لا أطيل استطرادا في هذه القصة وقد ذكرتها أكثر من مرة، الشاهد عندي إذن أن الإنسان قد فطر، تطبع فطرة، طبع، طبع على الإيمان خلقا، غير كي خلق رب العزة خلق الإنسان طبعه على الإيمان. فإذا أنكر ذلك سمي كافرا، هذا هو السر في تسمية الكافر كافرا. لأن شنو هو الكافر؟ الكافر هو اللي ينكر الحقيقة، وأين الحقيقة؟ في قلبه، ويجحدها، يكفرها، أي يغطيها ويرفض الكشف عنها. كل إنسان من غير المسلمين نداء الفطرة في قلبه، لكنه يرفضه ولا يقبله، فيكون بذلك كافرا، وبذلك استحق عذاب الله عز وجل. لو أنصت الكافر حقيقة إلى نداء الفطرة في قلبه لأجاب بما يجيب شهدنا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ومن عجيب الأمر أن الوليد لكي تزاد ولد حديثا من بطن أمه، أن الوليد يخاطب بكلمات الإيمان في أذنه، يعني هو ما عندوش الذهن ديال الذاكرة اللغوية البشرية في الأرض، لا يتكلم، لا ينطق، ولا يعي ما حوله إطلاقا. ما كاينش شي واحد اللي يعقل على السنة الأولى أو الأشهر الأولى بالتعبير الأدق من عمره، لا، لا أحد يستطيع ذلك. ولكن مع ذلك نخاطب الوليد ونرقي الوليد ونذكره بالله. ما نذكره؟ ليس عقله، ليس دماغه، بل دماغه لما يكون قد اكتمل بعد على التمام والكمال. إن الأيام الأولى الطفل ما يشوفش قاع، البصر مازال ما كاين شيء على الكمال يعني. ولكن نخاطب نفسه التي طبعت على الفطرة، والتي خاطبها رب العزة بالإيمان. يا أيتها النفس
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وما أبرئ نفسي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس تكون على كمالها خلقة قبل أن تولد إلى الدنيا، وإنما الذي ينمو من الإنسان بدنه ومدارك العقلية الكسبية، يعني الأشياء اللي كيتعلمها من الدنيا كاللغة وكالعلاقات الاجتماعية وككل المعارف، لكن نداء الإيمان فطرة. ولذلك القول إن الإنسان يولد صفحة بيضاء كذب، مش صحيح نهائيا. تلك مقولتهم هم في بلادهم، أي عند اليهود والنصارى. أما عند المسلمين فعندنا الحديث كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة مش هي الصفحة البيضاء إطلاقا، بل هي صفحة مكتوبة، بل هي كتاب كامل. الفطرة كتاب كامل، هو ماذا؟ هو كتاب الإيمان من القرآن ومن السنة. كتاب الإيمان هو كتاب الفطرة. وإنما الأبوان، البيئة، المجتمع يمحو من هذا الكتاب ويشوه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجزانه. الرب جل وعلا يخاطبنا بهذه الحقائق العجيبة. هذا مقصد من مقاصد التوحيد، توحيد الربوبية. لا ينبغي أن نقف في توحيد الربوبية على مجرد الألفاظ والمفاهيم الكلامية، بل توحيد الربوبية في الجوهر، في المقصد، ربط المواجيد البشرية بهذا الرب، بهذه المعاني العظيمة الثقيلة الجليلة، ربطها بهذا الرب، بهذه الصفات، صفات الكمال والجمال، المولى السيد الذي تفضل بالخلق والإنعام ثم بالهداية. ذلك هو الرب جل وعلا. ولذلك قلت في البداية كما قلت قبل إن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم هو خطاب تحبيب وتقريب، مش خطاب ترهيب، سيأتي الترهيب بعده، ولكن هذا خطاب تحبيب. ذكرت أني سأربط بين هذا وبين قوله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا هنا بدأ خطاب الترهيب، هنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا خطاب التحدي، وفيه لفتة عجيبة لطيفة. وإن كنتم في ريب، أي إن لم تستجيبوا لخطاب الترغيب والتحبيب، خطاب الفطرة وهو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآية، فبقي الخطاب الآخر. إن لم تستجيبوا، وإن كنتم في ريب، أي لم تستجب للأول، في قلبك شك وتردد وريب وكفر. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهنا قلت فيه لفتة عجيبة، وصف نبيه محمدا بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة عبدنا. كان يمكن أن يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على رسولنا، اللغة تحتمل ذلك، لكن طبعا هذا قرآن لا نغيره، ولكن أقول الإمكانات اللغوية، أو رسولنا أو على محمد إلى غير ذلك من الإمكانات التي يقبلها العقل إمكانا، ولكنه قال في القرآن بكلامه جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقلت من قبل في أكثر من مناسبة إن لفظ العبد في القرآن هو أيضا لفظ تحبيب وتقريب ورفعة. رفعة، حينما يوصف الرسول بأنه عبد فهذا رفع له إلى أعلى المقامات. ويا حسن المؤمنين لو تحقق به هذا الوصف. أن تحقق هذا في نفسك يعني أنك حققت في نفسك صفة من صفات النبوة، صفة من صفات النبوة. بل قولوا عبد الله ورسوله، إني آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذه أحاديث صحيحة صريحة. قال إني أختار أن أكون عبدا رسولا، حينما خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا إلى غير ذلك، عبد. وهذه الإضافة زيادة على ما فيها من رفعة وتشريف، هذا ذكرته من قبل. يعني حينما قال عبدنا كما في الآية الأخرى في السورة الأخرى ذكرتها قبله، سبحان الذي أسرى بعبده، هي مثلها هنا، ولكن هنا الخطاب خطاب تحدي. فرق بين عبدنا وعبده،
في قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى خطاب تحبيب ورفعة وتعظيم كفى. هنا عبدنا زيادة على التحبيب والتقريب التحدي لأنه يخاطب الكفار، دل على ذلك نا، ونا تدل على الكبرياء والفخامة. عبدنا، فهو يخاطب الكفار، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فجعل الرب جل وعلا ذاته في جهة سبحانه وتعالى ولا تحتمله الجهة، وجعل الكفار في جهة، خصمان أو خصمين متحاربين. وويل لمن أعلن الرب الحرب عليه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نعوذ بالله من حرب الله ورسوله. السر أنه جعل عبده جل وعلا في صفه، يعني كأنه جيش، شكيتوا وانتم راكم قم وأنا ورسولي هذا جهة أخرى أي صف آخر سنقاتلكم، ولكن من علو ليس على التساوي، من علو لأنه تكلم جل وعلا بناء الدال على الفاعل لكن تدل على الكبرياء والعظمة، وأسند عبده جل وعلا إليه إسناد تحبيب وتقريب له وتخويف وترهيب للكفار. هذا الرسول الذي معكم هو عبدنا، عبد رب الكون، عبد رب العزة، يملك من الرضا ما يرهبكم به، رضا مولاه عليه، لأن خطاب في الأصل خطاب تحبيب وتقريب لرسوله إليه جل وعلا، لكن فيه زيادة على ذلك ما يقتضيه هذا السياق العجيب التحدي وإعلان الحرب على الكفار. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني معنى هذا الكلام موجود في هذه العبارة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم. كل الشهداء أي كل الأنداد الذين يشهدون لكم بالفصاحة والبلاغة وبالمعاني أيضا من دون الله إن كنتم صادقين. قمة التحدي فعلا، قمة الكبرياء وقمة القوة والعظمة. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا على سبيل المجادلة وبيان الإمكانات، يعني الإمكان العقلي البشري، البشري ممكن غير ممكن هكذا عندهم، ولكنه جل وعلا حسم الموقف قال ولن تفعلوا، وهذه قمة التحدي. حينما قال ولن تفعلوا حكم على المستقبل وبين جل وعلا أنه كما هو رب الماضي هو رب المستقبل أيضا، لم يقع شيء بغير علمه وإذنه ولن يقع شيء بغير علمه وإذنه، يعلمه ويأذن له ويأذن فيه، فإن لم يأذن فلا يكون ولن تفعل. وإذ كان ذلك كذلك لم يقل لهم اتقوا الله، هم خلاص يعني لا يعترفون بوجود الله، وإن اعترفوا بالرب من حيث هو مالك لا بهذه الصفات التي يعرفها المؤمن من ربه فيكون بذلك عارفا بربه، وإن اعترفوا بمالكية الرب فالرب غضب عنهم وغضب عليهم فلم يقل لهم اتقوا ربكم هنا مباشرة، لأنهم دخلوا في جدال، دخلوا في خصام، دخلوا في مناظرة، في تحدي لرب العالمين، وإنما قال لهم فاتقوا النار سأخاطبكم بالعذاب، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة يستوي لديها الصلب والرطب، نعوذ بالله منها، يستوي لديها الرطب والصلب، الكل يصبح جمرا نعوذ بالله من عذاب الله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، لمن صفته الكفر الذي ينكر خطاب الإيمان وخطاب الرحمة الذي ابتدأ الحق به النداء فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فأجاب عن سؤال فرعون قال فما بال القرون الأولى، هناك جواب يقتضيه سياقه وهنا جواب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حينما تستجيب لهذا وتستجيب لهذه الرحمة وتعترف بهذا الجميل فإنك تكون آمنا إن شاء الله،
لعل للترجي، أي أنك ترجو إن شاء الله أن تكون من المتقين، والرجاء عكس اليأس، رجاء سيفيض عليك ربك بالرجاء، رجاء أن تكون من المتقين، والرجاء يعني توقع الخير بغلبة، هذا الرجاء يعني ترجو أن يقع كذا وكذا، عندك أمل لكنه أمل راجح غالب. فإذا ضعف الرجاء والعياذ بالله انحدر إلى اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يأس صفة الكفر، لأنه لا رجاء له، وإنما يرجو من قبل النداء الرباني، لأن الرجاء ليس كسبا، الرجاء ماشي أنت تختار أن تكون راجيا، لا لا تستطيع، لا يمكن. واليأس ليس كسبا بل هو شيء يقع بالقلب هبة. لماذا؟ لأن الرجاء معنى من معاني القلوب، كالحزن وكالفرح، كالحزن وكالفرح. لا تستطيع أن تجعل نفسك حزينا في وقت ما، أعاذنا الله وإياك من الحزن، ولا تستطيع أن تجعل نفسك مسرورا في وقت ما. فإذا كان المرء في حالة فرح وانبساط فهو لا يستطيع أن يقلب بسطه إلى حزن، ما يمكن، ما يمكن، غير متصور ذهنا ولا واقع واقعا. يعني لا فرح صافي فرح، واخا واحد يبغي يقنطك وتبغي تقنط راسك ما يجيكش القنط، لا تستطيع ذلك. لما؟ لأن الانبساط هبة من الله، وهو مقتضى من مقتضيات اسمه الباسط، حيث يبسط نفسك، يبسط أشياء كثيرة، يبسط المادة والمعاني جل وعلا. وحينما تنقبض فقد استجبت لنور من أنوار اسمه جل وعلا القابض، فانقبضت نفسك ولا تستطيع أن تبسطها. اللي تكون طايرة لك مخصر في الجنة ديالك يعياه وما يفرحوك، ما تفرحش، لأنه ليس كسبيا. صحيح أن الأسباب أو أن ذلك يستجيب لأسباب، لكنك أنت لا تملك ذلك في قلبك. كذلك الرجاء واليأس لا تملكه، وإنما تملك أسبابه. الله عز وجل ملكك الأسباب ليبتليك فيها وبها. ولذلك وجدنا أن كثيرا ممن يمتلك أسباب الرجاء لا يحصل له رجاء، وكثيرا مما يمتلك أسباب اليأس لا يحصل له اليأس، ليس دائما، لأن ذلك مرتبط بأمر الله وإذنه. شحال من واحد عنده من أسباب السعادة المادية، من الأموال والأولاد والقصور والبنايات والسلطان وغير ذلك، عنده كل شيء، ثم يقتحمه الحزن حينا من الأحيان فيدمر عقله وقلبه ويزلزل أركانه، ولا يغنيه شيء من أسباب السعادة إطلاقا. وتجد الذي لا يملك من ذلك شيئا ولا قطمير، في وضع من الأمراض والعلل والفقر وأشياء غريبة، بحيث لو تمثلت نفسك مكانه لضاقت بك الأرض بما رحبت، ومع ذلك تجده يحمد الله ويشكره وفي راحة عجيبة من أمره، لا يدرى كيف تسرب الرجاء إلى قلبه، لأن الله عز وجل وهبه ذلك. ولا يهب المولى ذلك إلا لمن أحب، حينما يصفو القلب وتصفو نيته، سواء كنت ذا مال أو لم تكن، فإذا رضي الرب عنك رضا وهبك من جمالات الانبساط والإقبال على الحياة بالمعنى الإسلامي. رأى المسلم هو الذي يعيش الحياة حقيقة ويتذوقها لحظة لحظة، ويدرك جمالها، ويدرك قبل ذلك وبعده صنيع الله عز وجل فيها، فتكون له سببا من أسباب التوحيد. لا يكفي في توحيد الله عز وجل أن نستظهر أقساما وكلمات، لأن الكلمات لا معنى لها إن لم تعطي مفعولها الوجداني والسلوكي في النفس وفي المجتمع. خاتمة الكلام وفائدته العملية بحول الله أن تدرك أن خطاب مولاك الذي خلقك ثم هداك أعطاك وامتن سبحانه وتعالى عليك بحلية ولباس، أعطاك واحد حلية واحد لباس إهيبة منه وتفضلا يرفعك ويسندك ويحميك، هي حلية العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كما ذكرت
أقصى ما تسعد به مع مولاك أن تكون عبدا له، وذلك كمال الكمال أن تكون عبدا له. والعبودية مراتب، فاجتهد إذن أن تشعر بهذا المعنى، لأنه بالفم كلنا كنقوله كلنا عبيد الله وكلنا عباد الله، هذا كلام نقوله، ولكن هل تجد ذلك حقا في إحساسك في تصرفك حينما تقوم صبحا أو فجرا وحينما تنام ليلا؟ حركة الليل والنهار هل تدور في خلدك ووجدانك مدار العبد في فلك سيده، أم أنك تشرد وتغفل وتنسى؟ حالات الشرود خارجة عن مقتضى العبودية. الحرص إذن أن تحقق العبودية في قلبك، وبعد ذلك طبعا في كل ما يحيط بك وكل آثار وجودك في الدنيا. ما أعظم أن تشعر أنك في صف الرحمن، صف العبودية، وإن جندنا لهم الغالبون. شوف جندنا ديولنا كما قال في عبدنا، للتقريب والإضافة والإسناد، وأيضا للرفعة والقوة، وإن جندنا، لأن خطاب التحدي خطاب الحرب، لغالبون. أن تكون في صف مولاك تشعر بالراحة والجمال أن استندت إلى المولى عبودية، ثم بالأمن، الأمن النفسي والأمن الوجداني، فلا قلق ولا يأس ولا مرض ولا اضطراب، لأنك إليه جل وعلا عبدنا. في المثال البشري الشعبي، ولا مشاحة في المثال، ولله المثل الأعلى. ملي كتكون وقع مخاصمة بين الناس، وهذا تحمله ذاكرتنا من الطفولة، ملي كنا صغار يعني الذاكرة ديالنا تحمل، فاش كنا ندبزو مع ولاد الجيران ومع كذا، وكيجي عمك أو يجي باك ويخاصم من أجلك، كيضرب مع الجيران ويبغي يتقاتل من أجلك، ويكون في لغته المخاصمة اللي درنا لولدنا واللي قاسلنا ولدنا. هذه العبارة ديال ولدنا تشعر فيها بالعزة والمنى، تحس براسك يعني محمي، تحس بواحد القوة واخا انت دري صغير، لأن عمك أو أباك أو ولي أمرك أسندك إليه إسناد تقريب وتحبيب وقوة ومنعة، ولله المثل الأعلى. هذا رب الكون، رب الملائكة ورب الجن ورب الشياطين ورب كل دابة، لأنه آخذ بنواصي الكل، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا الرب العظيم التفت إليك أيها الضعيف، فأسند وجودك وانتماءك إليه، ته ممن تخاف بعد، ته. إذن عليك أن تطرق الباب وتدخل إلى حمى الرحمن لتكون عبدا، أن تستجيب لندائه كلما نادى، وأن تأتمر بأمره كلما أمر، وأن تنتهي بنهيه كلما نهى، وتجد في ذلك لذة الطاعة وشرف العبودية، وشرف العبودية. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، وثبت ألسنتنا، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.